لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن بينا أن دخول شهر رمضان وسائر الشهور القمرية إنما يكون بشهادة شاهدين ذوي عدل فيصام ويفطر بقولهما، تنشأ هنا مسألة: هل يلزم من رأى هلال رمضان وحده أن يصوم؟ لم يأخذ الناس بقوله، هو رآه وذهب إلى الحاكم، أو كان يعني في مكان بعيد فلم يذهب، والناس جعلوا اليوم التالي المتمم لشعبان، وكذا في شوال إذا رأى هلال شوال وحده هل يفطر لأنه رأى الهلال؟ نقول الصحيح أن من أبصر هلال الصوم وحده ولم يقبل الناس خبره، لأنه على سبيل المثال هو ليس بعدل عنده، واحد فاسق بس شاف الهلال الناس ما خدوش بكلامه، هل يجوز أن أو يجب عليه أن يصوم؟ الراجح لا، أو نقول كان عدلا ولكن الحاكم مذهبه اشتراط شاهدين ذوي عدل ولم يشهد غيره معه. فإنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. الجمهور على أنه يصوم لوحده وما يفطرش إلا مع الناس. والصحيح أن إثبات الشهور كلها لا بد فيها من شهادة شاهدين، فإذا لم يقبل فحكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف. نقول لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الهلال إذا لم يستهل به بين الناس عند رؤيته فليس بهلال. أصل كلمة هلال من الاستهلال، من رفع الصوت عند رؤيته وإعلان أنهم رأوه، وأصل كلمة الشهر من الشهرة، فلذلك لا يقال شهر رمضان لرجل يكون بينه وبين نفسه سرا، وإنما الشهر الذي اشتهر أنه الشهر الذي اشتهر أنه قد دخل. فإن رآه وحده لم يكن هلالا لأنه لم يعلن به، وكذا الشهر إذا لم يشتهر عند الناس فليس بشهر، كما أن من رأى هلال ذي الحجة وحده فإنه لا يقف بعرفة منفردا. هم يستطلعوا هلال ذي الحجة، شاف هو الهلال لوحده، وعلى فكرة في الأغلب العام هذا أقرب إلى الخطأ، يعني الهلال بيبقى ضعيف جدا جدا واحتمال الخطأ فيه وارد. على أي الأحوال، طب هو الناس ما خدوش بكلامه وقالوا إن يوم عرفة هيبقى يوم الخميس مثلا، وهو شاف الهلال قبليهم، يبقى يوم عرفة عنده هيبقى يوم إيه؟ الأربع. هيقف لوحده يوم عرفة بعرفة وتاني يوم ما يتممش، ولا يقف مع الناس؟ بنقول الصحيح ده برضو قول الجمهور، أنه من رأى هلال عرفة وحده لم يقف إلا مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرفة يوم تعرفون. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، وعرفة يوم تعرفون. معناه إيه الكلام ده؟ يكون مع الناس. هذا يدل على لزوم أن تؤدى هذه العبادات بطريقة مشتركة بين المسلمين الذين في كل محلة. البلاد المتفاوتة التي يختلف العمل فيها بناء على قول حاكمهم أو مفتيهم أو قاضيهم فهم تبع له،
مسائل الاجتهاد، نقول هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد يرتفع فيها الخلاف بحكم الحاكم أو القاضي أو المفتي. ليس معنى ذلك أن حكم الحاكم يلغي الخلاف في المسألة، لا مش هيلغى الخلاف في المسألة، بس الواقعة دي شهر رمضان سنة 1445 مثلا، إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي أو أفتى المفتي الذي له، احنا عندنا هنا الأمر ده تبع دار الإفتاء، في السعودية تبع دار القضاء الأعلى، في بلاد تانية بيعملها مركز مثلا إسلامي أو غير ذلك أو المفتين. فدلوقتي إذا أعلنوا ذلك الخلاف في الفقه سيظل موجودا، لكن في الواقعة بعينها لابد وأن يرتفع الخلاف بينهم، فلن يلغى حكم الحاكم، لا يعني لا يلغي الخلاف في المسألة، يرفعه في الواقعة المعينة. هل يجعل الخلاف غير سائغ؟ لا، سيظل الخلاف سائغا موجودا، إنما المقصود أن حكم الحاكم أو القاضي في مسألة معينة أو واقعة بعينها يكون لازما ويمضي فيها ما حكم به الحاكم، أو يمضى فيها ما حكم به الحاكم. يعني واحد حاكم أخذ بمذهب من يقول تقطع اليد في ربع دينار، فقطع الرؤى، قال واحد أقل من ربع دينار على مذهب أبي حنيفة إنه 10 دراهم، 10 دراهم 30 جرام فضة في 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 في, في 20 جنيه للجرام يبقى 600 جنيه، وعلى مذهب اللي بيقول ربع دينار يبقى إيه 4000 جنيه مثلا. يعني هو خد بمذهب معين، هنقول المسألة دي طالما فيها اجتهاد سائغ يبقى حكم الحاكم الراجل ده ما تقطعتش ايده، خلاص ما تقطعتش ايده، مش هيتحكم عليه بان هو ايه مستحق للقطع، مع انه على مذهب ابي حنيفة مستحق، ولكن هو خد بمذهب لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا، فخد بذلك ان هذا الرجل لم يسرق نصابا للسرقة، يبقى الواقعة دي محدش يراجع فيها بعد كده، حتى لو جه قاضي تاني مذهبه ان هو كده ما يغيرش اللي فات، لا ينقض مسائل الاجتهاد، المسألة هتفضل اجتهادية. يعني الكلام ده اللي احنا قلناه في ان يلزم شاهدين لشهود لشهادة شهر رمضان، والخلاف ان في علماء بيقولوا في شاهد واحد فقط، الامر ده سيظل اجتهادا سائغا، لكن اذا اخترنا هذا القول اللي هو مش احنا اللي هنختار، اللي هو له اثبات دخول الشهر، هو المخاطب بان يبحث في ذلك عن الصواب ويجتهد، فاذا حكم بامر الناس جميعا يكونون تبعا له، الا من عرف بزندقة او كفر والعياذ بالله. نقول فاذا راى الحاكم او القاضي او المفتي الذي له إثبات دخول الشهر أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله في أنه لابد من رؤية شاهدين لإثبات دخول شهر رمضان، وكان قد شهد عنده شاهد واحد فقضى بأن غدا هو المتمم لشعبان، لم يكن لأحد أن يقول هذا مذهب ضعيف، وأنا أخذ بقول ابن عمر، مع أن قول ابن عمر زي ما قلنا فيه احتمال، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، بنقول ده اللي واجب، ارتفع الخلاف في الواقعة دي بعينها، والناس تبع لمفتيهم الذي جعل إليه أمر إثبات الشهر، مثل القاضي إذا حكم ينفذ حكمه إذا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ومن جعل إليه أمر إثبات الرؤية لا يصح أن يختلف عليه إلا من عرف بالزندقة والنفاق والكفر، فإنه لا يتبع اتفاقا، وعبر التاريخ لا يزال هناك قضاة ليسوا عدولا ويقع منهم ما يقع، ومع ذلك تنفذ أحكامهم في المسائل التي فيها اجتهاد ما لم تصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. وعلى هذا فإن أهل كل محلة تبع لمن يجعل له الإفتاء أو القضاء أو إثبات أو عدم إثبات دخول الشهر طالما كان الناس تبعا له، ومن كان من المسلمين في غير بلاد الإسلام
مسلمين متفرقين في بلاد العالم، ولم يكن لهم حاكم أو قاض أو مفتن، فليكن أهل كل بلد مع أهل مركزهم الإسلامي أو مسجدهم أو أوثق أهل العلم أو طلاب العلم في المحلة التي هم فيها. وهذا الذي ينبغي العمل به بالنسبة إليهم، والله أعلى وأعلم. يعني اللي أصحاب اللي هم مسؤولين عن المركز الإسلامي قالوا هناخد باتفاق المطالع وهنمشي تبع مكة، المسألة دي خلافية، فيها خلاف سائغ. خلاص طالما هم خدوا بهذا، مع ان انا مذهبي ان لكل اهل بلد رؤيتهم، بس المسلمين كلهم صاموا عشان هم بياخدوا بمذهب ايه؟ ان باتحاد المطالع. فعندما ان هذا القول يعني ايه، ان اهل امريكا مثلا يصوموا مع اهل مكه، نقل ابن عبد البر الاجماع على ان البلاد المتباعده جدا لا اعتبار فيها برؤيه بعضها على بعض، يعني لا يعتد لأهل الأندلس مع أهل خراسان، لا دخل لهم بهم، ما فيش اتحاد مطالع فيما تباعد من البلدان. ومع ذلك بنقول لأي حد تواجد في مكان، لا الناس كلها هتصوم على ذلك، على فهمهم لهذا الرأي وفهمهم لهذا القول، يبقى هم معذورون ويصوموا معهم. هذا الذي ذكرنا من أن حكم الحاكم أو القاضي في إثبات دخول الشهر أو نفيه بأي وجه من وجوه الاجتهاد يلزم من كان تابعا له، لأن الناس تبع لحكمه، قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فإن صوم الناس وفطرهم يجب أن يكون في المحلة الواحدة معها. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ بخبر نفسه أو بعلم نفسه في رؤية الهلال فيصوم وحده أو يفطر وحده على خلاف سائر الناس، فإن الله عز وجل قد قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولا يكون الشهر شهرا حتى يشتهر، فإن الشهر سمي شهرا لاشتهاره وشهرته بين المسلمين. ولا يسمى الهلال هلالا حتى يعلن ويستهل، فإنما سمي الهلال هلالا لاستهلالهم به، لأنهم كانوا يصيحون عند رؤية الهلال ويرفعون أصواتهم، ومنه قولهم: استهل المولود إذا رفع صوته صارخا عند ولادته. فلا بد من الإعلان بالهلال وشهرته بين الناس، وما كان سرا لم يكن هلالا ولم يكن شهرا. ولا يكون كذلك إلا إذا حكم به الحاكم أو المفتي أو القاضي أو من جعل له ذلك. فلو أن الناس في مكان لم يأخذوا بقول شاهد لعدم عدالته أو لإخباره بما لا يقع وتأكدهم من خطأه، يعني إخباره بما لا يقع، قال لهم إحنا عندنا الغروب كده، قالوا له شفت الهلال؟ قال لهم آه شفت الهلال. قالوا له فين؟ قال لهم قريته هنا وفي الشمال. يبقى ده راجل إيه؟ لا يدري ماذا رأى، لأن الهلال عمره ما يكون في أول الشهر، ولا احنا عندنا في بلدنا يعني الهلال عمره ما يجي ناحيه الشمال. انتوا دايما الهلال تلاقوه بيمشي، بيطلع من هنا ويمشي ايه؟ من الجهه الجنوبيه من السماء في بلدنا. ها؟ نقول او لاجتهاد منهم، يعني هم ردوا شهادته ليه؟ ردوا شهادته لان هم لانه غير عدل، او لاخباره بما لا يقع، او تاكدهم من خطئه، او لاجتهاد منهم في انه لا تقبل شهاده العدل الواحد في ذلك. ولم يحكم الحاكم بدخول الشهر، ولم يامر الناس بالصيام، لم يلزم الصيام ولم يشرع ذلك لعدم ثبوت دخول الشهر الذي لابد فيه من الشهره والاعلان به. وإن رآه البعض خاصة، وإن الرؤية في أول الشهر يكون فيها صعوبة، ولذا اكتفي فيها بشهادة عدلين ولم يشترط فيها التواتر أو الاستفاضة. وإن كان بعض أهل العلم يشترط ذلك في بعض الأحوال، فالحنفية والمالكية يرون أن السماء إذا كانت صحوا فيش غيم، لم يكن بها غيم، واكتمل الشهر 30 يوما ولم يرى الهلال ليلة 31
وكانت رؤية أول الشهر بشهادة اثنين أو أكثر كذب الشهود. الله ليه؟ ما هو الشهر عمره ما هيزيد عن إيه؟ 30. عن 30. والسماء صح وما فيش حاجة عندهم، حتى لو كان في اثنين شهود شاهدين وليلة واحد وثلاثين اللي هي ليلة واحد أول الشهر ما فيش هلال خالص وما فيش سبب يمنع من ذلك، يقولوا كذب أول شهود أول الشهر ويكملوا الشهر في اليوم الحادي والثلاثين، لأنه تبين بذلك كذب من شهد برؤية الهلال، كذب أو خطأ يعني. وأما إذا كانت رؤية الهلال مستفيضة بأن شهد برؤيته الجمع الغفير من الناس فلا ترد بحال قولا واحدا، بل ويستحيل. ها؟ وجهتهم ان ده عمره ما يحصل، وجهتهم ان الشهر ما بقاش 31، وطالما السماء صح يبقى الشهود دول هم اللي غلطانين الا كنا شفنا الهلال. فعشان كده بيقولوا، بس المساله دي فيها اجتهاد يعني، زي ما قلنا. وبنقول يستحيل ان يوجد عدد مستفيض يرى الهلال ثم ان يكون الشهر اكثر من 30 يوما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، ولا يكون الشهر 28 ولا يكون 31، وهذا أمر معلوم بالمشاهدة والاضطراد من سنة الله في شأن الشهور والأهلة. إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم أو لعدم ورود الشهود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين: إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. اتفق على صحته. وهذا الحديث يحسم الخلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فاقدروا له، الوارد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن بعض المتقدمين من التابعين فمن بعدهم حمل قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على العمل بالحساب في حالة الغيم، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أمر الحساب: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فدل ذلك على أن الأمة لم تكلف العمل بالحساب، أي إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب. ولا يعني هذا تحريم معرفة الحساب، إن أمة أمية مش ممنوع أن احنا نتعلم حساب الفلك وحساب الشهور ونعرف الهلال هيتولد إمتى وهيقعد قد إيه وكم دقيقة. ده مش حرام، ولكن لا يبنى عليه العبادة. هذه الأمة لا يعني، هذا الكلام لا يعني إهدار الحساب بالكلية، وإنما المقصود أن الأمة لا تحتاجه في عبادتها. معرفة الحساب ليست محرمة، قال الله تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. لكن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، هي الرواية الثانية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال الحنابلة: إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فقدروه تحت الغمام، أو ضيقوا على شعبان فقدروه 29 يوما، وصوموا يوم 30 من شعبان يوم الشك احتياطا. هذه المصيبة إزاي؟ شوف كلمة فاقدروا له دي خلت الناس تتلخبط، بس الرواية الثانية هي اللي توضحها. فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هم قالوا لا فاقدروا له يعني أقدر أنه موجود تحت الغمام. ليه؟ عشان الرواية بتاعت الإمام أحمد أنه يجب صوم يوم الشك إذا كان هناك غيم. يا خبر، ده الحديث نص: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ودي لو قلنا عايزين ندور على حاجة في مذهب الإمام أحمد مخالفة للنص هي المسألة دي، لأن الإمام أحمد يقول بوجوب صوم يوم الشك،
والحديث بيحرم صوم يوم الشك، والحديث صريح في تحريم صوم يوم الشك، والحنابلة ده اللي عندهم. فاقدروا له، يعني قدروه تحت الغمام، وقولوا احسبوا 29. طب اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فاكملوا عدة شعبان 30، احنا هناخد بالحنابلة بقى عشان احنا حنابلة؟ لا، مش هناخد بالقول ده. احنا بنتعلم على المذهب الحنبلي كثيرا، لكننا ايه، لكننا لا نترك الحديث من اجل قول امام. هذا القول مروي عن الامام احمد، واكثر الحنابلة يحملون هذه الرواية عنه على الوجوب، ويرون وجوب صوم يوم الشك، وهو قول باطل. يا خبر، بتقول على كلام أحمد، إمام أحمد قول باطل؟ بقول عليه قول باطل، مع 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 منزلة الإمام أحمد، لأنه مخالف لنص الحديث مباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وانت تقول لي اعتبروا دخل رمضان، يبقى هتصومني 31 يوم؟ بتأمرني وجوبا بذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لا يمكن أن أنا أقبل هذا القول مع ضعفه الشديد، لما جاء عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه. أنه اليوم الذي يشك فيه؟ هو يوم 30 شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلة 30، هو ده اللي مشكوك، يمكن يكون الهلال موجود، في غيم موجود. فتنحى بعض القوم، جابوا اتوا بشاة مصلية، جابوا بعد ما في النهار يوم 30 شعبان ما شافوش الهلال امبارح، اتي بشاة مصلية مشوية، فتنحى بعض القوم، بعض الناس ايه مش عايزين ياكلوا. فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ودي لها يعني هو نص في الرفع في الحقيقة. فالصحيح ما عليه جمهور العلماء من أن صوم يوم الشك منهي عنه، ورواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما تبين المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أي فأكملوا عدة شعبان 30، وليس تقدير وجود الهلال وراء الغيم واعتباره موجودا عملا بالحساب. هذا الأمر واضح جدا، لا يجوز صوم يوم الشك إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. هنفترض أن السنة دي أن هما بيقولوا أن يوم الاثنين هيطلع أول رمضان، نفترض أن الدنيا غيمت ولم يثبت رؤية الهلال، وأنا متعود أصوم اثنين وخميس، يبقى أنا ينفع أصوم يوم الاثنين ده؟ ينفع، لأنني أصومه إيه؟ ده تطوعا، لأني تعودت على الصيام في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. يعني لو ما شافوش الهلال يوم الحد بالليل اللي هو يوم 29 شعبان، وأعلن إن رمضان يوم الثلاث، وواحد عايز يصوم الاثنين عشان هو متعود على الاثنين والخميس تطوعا لا وجوبا، وأما إنه بيصومه احتياطا لرمضان فهذا الذي ينهى عنه. هناك مسألة أخرى ليست من باب العمل بالحساب. الوجه ده لا، ما عندهم، هم كلهم عندهم انه يوجهوه امتى؟ يوجهوه يقولوا ان حديث عمار لما ما يكونش فيه غيم. عندهم ان هو لو السماء صحوا واحنا ما شفناش الهلال يبقى هو ده اللي ما ينفعش نصومه، لكن لو السماء فيها غيم يبقى ايه؟ نصومه وجوبا. والحديث بيقول فان غم عليكم، ده اللي واحد اللي يتامل، ده الغيم هو الذي سبب ايه؟ عدم رؤية الهلال. وقال فاكملوا عدة شعبان 30. القول بتاعه في يوم صيام يوم الشك قول الامام احمد ولا قول الاصحاب؟ لا، قول الامام احمد. لا طبعا، موجود طبعا، الحنابلة كلهم بيقولوا كده عشان ابن عمر،
عشان حديث ابن عمر، بس احنا عندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة أخرى ليست من باب العمل بالحساب، وهي أن الحساب الفلكي قد يصلح دليلا على خطأ الشهود ورد شهادتهم إذا كان الحساب قطعيا وبلغ عدد الحساب مبلغ التواتر، كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني دي في الحقيقة مش باب العمل بالحساب. عارفين إيه اللي مجمع عليه عند السلف من عدم العمل بالحساب؟ هذه المسألة مسألة إثبات دخول الشهر بالحساب من غير ما نشوف رؤية ولا ندور على هلال ولا حاجة، نقول الشهر ده 29 يوم عشان الهلال موجود حتى لو الدنيا غيم كلها. هي دي المسألة المجمع عليها أن هذا من البدع، إدخال الشهر بالحساب. طب لو إن بقى المسألة عكسية، يعني الحساب الحساب عدد كبير جدا، مقدمتهم قطعية وعددهم بلغ مبلغ التواتر، لأن احنا عندنا نوعين من الحساب، في حساب ظني الهلال اتوجد، الزاوية اللي احنا نقدر نشوف فيها الهلال وهو مولود اتوجد بقاله مثلا 6 ساعات 10 ساعات. يعني ايه الزاوية؟ احنا بنشوف الهلال امتى؟ القرصين بيلفوا مع بعض، والقرص الشمس وقرص القمر يجوا قصاد بعض كده في نفس البتاع، في نفس مستوى عين الناظر عند المحاق، فيقوم الناس ما تشوفش الايه؟ الهلال، لان هو محجوب بالنسبه لهم انه جاي في ضوء في جسم الشمس. عند البدر هتلاقي 180 درجه لان ده البدر المكتمل. الهلال بيتشاف لما يبدا قرص القمر يبتعد عن قرص الشمس بزاويه بينه وبين عين الناظر، يوم يظهر الهلال الرفيع ده. الزاويه دي قد ايه؟ هو بالتأكيد انها الزاوية دي بتبدأ من صفر زي ما قلنا لحد ايه 180، وبعدين تلف من الناحية التانية. فلو ناس بتقول يتشاف عند زاوية 4 درجات، لو اتحسبت بمركز مركز قرص الشمس ومركز قطر القمر وعين الناظر في المكان ده، فيقوم الزاوية دي يقولوا لو هي اقل من 4 درجات مستحيل يتشاف. وناس تقول لا مش هيتشاف اقل من 8، وفي ناس هتقول مش هيتشاف اقل من ايه؟ من 12. ماشي كده 12 درجه المسافه اللي ما بين خط من مركز قرص القمر لعين الناظر لمركز قرص الشمس، عشان يقولوا ده هيبان الهلال فيه. هذا الامر ليس قطعيا عندهم، ولا هم متفقين على زاويه معينه، ولكن هم متفقين فعليا على حساب لحظة ميلاد الهلال اللي هي لحظة الاقتران بين قرص الشمس وقرص القمر. هي دي اللي بيتعمل بها حساب الكسوف والخسوف، ان عمر الكسوف مثلا كسوف الشمس لابد وان يكون والقمر في المحاق، وكسوف القمر أو خسوف القمر لابد وأن يكون والقمر بدرا. بدرا دي من يوم 13 و14 و15 و16، والمحاق من يوم 28 و29 و30، عشان يحصل كسوف، لأن دي حسابات طبعا الناس كلها ضبطتها ضبط تام وأصبحت معروفة في العالم، بأنك أنت هتلاقي في كسوف للشمس الساعة الفلانية بالنسبة للعالم كله، بس ساعتها الكسوف اللي واقف في ابريل ده اللي جاي ان شاء الله مش هيتشاف عندنا، عشان احنا هنكون بالليل، الشمس نزلت تحت الافق بالنسبة لنا، بس هي في امريكا هتبان، هيبقى كسوف كلي، لان النهار بتاعهم متأخر عن ايه؟ عن النهار بتاعنا ب10 ساعات و8 ساعات ونحو ذلك، 7 ساعات على الاقل يعني. فلذلك بنقول ان هذه الامور يمكن حسابها ويقطع بيها بلحظة ميلاد الهلال. فلو ان ميلاد الهلال بالنسبة لنا لمفارقة قرص الشمس لقرص القمر هتبقى بعد
نزول القمر والشمس تحت الأفق بالنسبة لنا غرب وخلاص، يبقى دي مستحيل ان حد يشوف هلال، لانه كان لسه في الايه، في المحاق. فجه واحد وشهد لنا برؤية الهلال وقال انا شفت الهلال، هنقول له شفته الساعة كام؟ قال شفته الساعة 1 الظهر، كويس كده، بعد الزوال. هنقول له جزما ويقينا انت ايه، غلطة، ماشي كده، لان هذا مما لا يجري ولا يقع. الهلال بيبان امتى؟ قبيل الغروب، بعد الغروب، عشان ضوءه ضعيف جدا غالبا ما يبانش الا بعد الغروب. لكن لو حد شافه قبل الغروب بنظر ثاقب جدا لازم يكون كبير كمان، وعدى مدة من ميلاده، من امبارح بالليل مثلا، اتولد بامبارح بالليل على بال ما عدى عليه اليوم ده كبر فرؤي. انت حد بيتابع الهلال ولا بتشوفوش خالص؟ خسارة والله. ده اقول لكم حاجة، يعني الهلال في اليوم الثاني من الشهر حيبان واضح بعد الغروب، اليوم الثالث الناس تشوفه قبل الغروب، الرابع تشوفه قبل الغروب مرتفع يعني موجود من الاول، اليوم السادس والسابع والثامن كل الناس قبل غروب الشمس بمدة شايفين الهلال وضوءه قوي، بيشاف بقى من قرب المغرب يعني كده، من جهة الجهة الجنوبية بالنسبة لنا احنا في بلادنا، ومتجه الى ناحيه الايه، المغرب. فبناء على ذلك لو ان شهد الشاهد بما لا يمكن ان يقع، فعشان كده بنقول هي دي طريقه مختلفه عن مساله اثبات الشهر بالحساب، لا، بل هذا الامر يصح ان يرد به شهاده الشاهد بالشروط المذكورة، إذا كان الحساب قطعيا، اللي هو بنقول إيه الحساب القطعي، هو مسألة إيه، اللي هي ميلاد الهلال، اقتران الشمس والقمر، اللحظة اللي بعديها، الدقيقة اللي بعديها دي لحظة ميلاد الهلال، ويكون الأمر ده بلغ مبلغ التواتر في عددهم، ومقدمات الحساب قطعية في ذلك. فعشان كده بقول لم يرد دليل على رد شهادة من زعم مثلا أنه رأى الهلال في 12 ظهرا بعد الزوال مباشرة. واحد قال أنا شفت الهلال الساعة 12 بالليل الظهر أول ليلة في الشهر، هذا قطعا لا يقع، ما عنديش دليل من الشرع في ذلك، لكن عندي دليل من الحس، من الواقع، إن أي حد يشوف الهلال يعرف دورته، إنه في هذا اليوم لا يمكن أن يظهر إلا إيه، إلا عند المغرب، ويستحيل يتشاف ظهرا ولا يتشاف في جهة غير مكان الغروب، مش هيحصل. جبته منين؟ جبته من سنة ربنا في الكون، إن دي أمر متكرر، بس عشان الناس ما بتبصش خالص ولا تعرف حاجة، ولا عمرهم شافوا قمر ولا شمس، كانوا شايفين كتل خرسانية بس، فبيترتب على ذلك إن هم ما يفهموش إيه، إن ده مستحيل إنه يحصل. فهذا لا يمكن، من شهد بذلك كان للقاضي أن يكذبه ويرد شهادته، رغم أن كثيرا من أهل العلم يقولون إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة التي مضت، وبعد الزوال لليلة المستقبلية. هي مسألة نظرية محضة في كتب الفقه، إذ لا يولد أحد من أهل العلم بالأهل أو بالفلك إلا ويقول إن الهلال يستحيل أن يرى في وسط النهار إذا كان في أول الشهر. نشوفه في وسط النهار ده إذا كان إيه؟ إذا كان يوم 7 8 9 عشان يكون الهلال كبر وبان. فهذا في أول الشهر لا يقع، ولا يرى في 12 ظهرا في وسط السماء، مستحيل. هلال أول الشهر لا يرى دائما في سنة الله إلا جهة المغرب، قريبا من الشمس عند غروبها، يمكن أن يكون قبل الغروب إذا كان الهلال كبيرا قد مضت عليه مدة وظهرت إضاءته بقوة، والأغلب أن يكون ذلك في الليلة الأولى، أو لا يكاد يوقع ذلك إلا أن يكون بعد غروب الشمس. الليلة الأولى غالبا مش هيحصل إلا بعد غروب الشمس، لا، الأغلب أن يكون ذلك في الليلة الأولى بعد الغروب لدقة الهلال، الهلال رفيع جدا، فاحتمال الخطأ والصواب وارد جدا في هذا الباب. معلوم أنه لم يرد دليل في الكتاب والسنة يحدد مكان رؤية الهلال، هي ما جتش للأدلة دي،
لانها مردوده الى الحس. يعني قل لي دليل شرعي ان الهلال يرى عند الغروب في اول الشهر. هقول لك كده، هو سنه ربنا. قد علم لدى الجميع ان الهلال يرى في جهه المغرب، فمن شهد انه راى الهلال اول الشهر في جهه المشرق او الجنوب او الشمال فإن نعلم قطعا كذبه أو خطأه وترد شهادته، إذ لا تقبل شهادة جاء الحس بخلافها أو ما يقوم مقام الحس من العلم بالحساب الجزء القطعي منه، ولا يقوم العلم بالحساب مقام الحس حتى يكون الحساب قطعيا. فمثل هذا إذا ردت به شهادة الشهود للقطع بأن هذه الشهادة مخالفة للحس ومخالفة للأمر المجزوم بخطئه لم يكن أمرا منكرا، وهو في الحقيقة ليس من باب العمل بالحساب المذموم أو الذي انعقد إجماع السلف على عدم الاعتداد به بلا خلاف بينهم، إلا خلافا شاذا لبعض التابعين ممن كان يصوم ويفطر على الحساب، فإن إجماع السلف منعقد على عدم وجوب الصيام والفطر على أساس تقدير وجود الهلال بالحساب واعتباره موجودا دون الرؤية، بل لابد عندهم من رؤية الهلال. وقضية العمل بالحساب المخالفة للإجماع هي إثبات دخول الشهر مع عدم رؤية الهلال للعلم بوجوده أو بولادته، وهذا مذهب الرافضة. فالرافضة يعملون بذلك، يثبتون دخول الشهر بالحساب ولو لم يرى الهلال، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حيث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فما دام لم يشهد شاهدان ذو عدل برؤية الهلال فلا نحكم بدخول الشهر ولو تأكدنا من ولادة الهلال وأنه وراء السحاب. لا، ما ينفعش، لا بد أن نرى، غم علينا لا بد وأن نرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.